ظل هذا النيل يجري من الجنوب إلى الشمال سليلا للفراديس، جميلا في الأحاديث، يعكس صورا تحدث عن ماض عريق وتاريخ مجيد لأمة السودان من نملي وإلى حلفا. وطن كماء العين يصفى وفي النفس يرقى ومتحدا سيبقى. حركة النيل هذه ظلت تتحرك معها وجدانيات الشعراء وأقلام الأدباء، إذ إن النيل كان وما يزال ملهم الأغنيات والقصائد وموحي الفنانين ومبعث الشعر ومنبع الرزق والخير، فأينما وقع نفع. رحلة تمتد من جنوب السودان إلى وسطه وحتى شمال السودان، رحلة تحمل بين طياتها كل ملامح القربة وفلسفة التلاقي والبريق. فهل من رابط وموثق للعلاقات وممسك لوحدة الوجدان وتماسك السودان أكثر من هذا النيل؟ جمال المنطقة من جمال ساكنيها، وتأثير النيل على ساكنيه كالضوء في الشمس والعبير في الزهور، كيف لا والشاعر الجميل المسكون بالإبداع إدريس محمد جماع يقول في هكذا موقف: النيل من نشوة الصهباء سلسله، وساكن النيل سمار وندمان، وخفقة الموج أشجان تجاوبها من القلوب التفاتات وأشجان. وما بين الخفقات واللوعات والأشجان والتحنان يمضي النيل متجاوزا منطقة تلو أخرى دونما تذكرة أو رسوم عبور. وفي المقابل ينشر النيل الخصب على ضفتيه، فيتنزل على الجميع رزقا ورغدا وخيرا وفيرا، يحيي الزرع ويملأ الضرع، ليواصل مشوار عطائه هادرا مندفعا يبعث الفرح، ويعكس معاني الحرية والانعتاق من كل قيد ونير، ويجدد العزم وقوة الإرادة في النفوس فتشمخ معه الرؤوس، كبرياء وعزة وصمودا وإصرارا نحو تحقيق الأهداف والغايات رغم الصعاب والعقبات، عقبات يرى الكثيرون أنها لن تقلل من الطموح والتطلعات بأن يبقى الوطن عزيزا موحدا يربط بين شمال النخيل والجنوب الجميل. النيل الذي يغادر الخرطوم شمالا متجاوزا منطقة السبلوغا يقطع مسافة 700 كيلومتر داخل حدود ولاية نهر النيل، الولاية التي تشتهر بوجود المقومات السياحية ما بين سياحة نيلية وسياحة صحراوية، والأخيرة تمثلها منطقة البجراوية التي تبتعد عن النيل بنحو 8 كيلومترات. ميزات جعلت القائمين على أمر السياحة في البلاد أن يقيموا احتفالهم باليوم العالمي للسياحة في منطقة البجراوية بولاية نهر النيل. قلع الغايسين في الزمن القبيل نزق الخصم بالهيل تاريك يا زمل سباب على إيقاعات الدليب والدلوكة ورقصات الحماسة وأغنيات مثل أتاريك الزمن سبابة للأوجاع، احتفل الجميع بيوم السياحة ومارسوا نوعا من السباحة، سباحة في الرمل اختلط فيها الأصدقاء بالأهل ورسموا لوحة للتواصل والوحدة، كيف لا وقد رقص الجعل ممسكا بكتف المسيري، فتمايس النخيل مع التبلدي وتجاوز الوطن كل تحدي، وحتى الإبل انفرجت أساريرها طربا مع مشهد التمازج والانصهار ما بين إيقاع الدلوكة والطار. ولعل وجود النيل بالخضرة والضفة والماء قريبا من معطيات الصحراء، لعل في ذلك أبلغ دلالة على قيمة المكان
وقديما قيل الضد يظهر حسنه الضد، فما بين الصحراء والنيل اختلافات وتناقضات تقوي عرى الصداقة، وما بين الشمال والجنوب قواسم وتداخلات تطيل من أزلية العلاقة.